كنا سعيدين بخروجكم، وطبعا كنا بنحاول نخرج الكل مقابل الكل، لكن تعنف الحوثيين عامل لنا ارباك في موضوع باقي الزملاء، وان شاء الله هذا فاتحت ان الامور تمشي ان الامور تمشي، وارجو انه انتم صحتكم تكون كويسه، وانه يعني ما ياثر عليكم ما حصل نفسيا. الرجال هي هكذا تغلب ويعسر ويعتسر، لكن انا واثق انه عودتكم هو اضافه لنا، معنويات زملائكم الموجودين في الجبهه يكفي ظهوركم يرفع معنويات اللي في الخط الامامي كامل. اكيد لما يشوفوا زملائهم رجعوا اللي كانوا معهم في الجاح ولا في الدريهمي ولا في اي مكان، يعني هذا ترفع المعنويات. انتم حقيقه ابطال ابطال، وهامات ترفع ويفتخر بها كل مقاتل في الساحل الغربي او في اليمن بشكل عام. انتم ومن خرج في اي جبهه من جبهات القتال من يد الحوثي افتخروا واعتزوا. الاسد ما هوش عيب، ما عيب الا من خان زميله وترك سلاحه، اما من اسر فالرجال هي تقلب. يكون لكم هذا وسام لكم مدى الحياه وشرف كبير ان انتم اسرتوا اثناء القتال وخرجتوا بعمليه تبادل اسرى كبرى. لا أحد يحط من قدركم ولا أحد يحط من معنوياتكم، وطمنوا أسركم إن شاء الله طمنتوهم. هيا هيا فتيا الشاشات قد حق المطر قد الشاشات شافوا كل شيء، وإن شاء الله إن الأمور طيبة. ولدنا اليوم من جديد الحمد لله.